خبر أولي عدنا عن قمر مار واختفاءها الغامضي يا حبايب، صار لمدة يومين كاملة ما قاعد تنزل أي شيء. والغريب الموضوع يا حبايب إنه قمر هي ما أعلنت إن هي راح تعتزل عن السوشيال ميديا، آخر شيء نزلتها هذا الستوري اللي كانت تبكي بيه وتقول إنه بندوا حساباتها الاثنين بمليونين والثاني. ومن بعد ما نزلت أي شيء يا حبايب ما أدري صراحة ولا حتى واحد من متابعيها أو أصدقائها برا وشنو اللي قاعد يصير. من الواضح يا حبايب إنه صاير شيء ويا قمر مار، أكون إن شاء الله يا رب ما يكون صار بها أي شيء، إن شاء الله يا رب تكون مكتبة بسبب إنه طاروا حساباتها، وإن شاء الله يا رب يرجعون بأسرع وقت. فكتبوا حبايب بالكم التشاركوا هذا الخبر شنو تقول اللي قاعد يصير حاليا ويا قمر مار. وبالاضافه انه محمد مار يا حبايب هم كان فاتح بث بحسابه بالانستغرام وكل الكومنتات كان يسالوا على موضوع قمر، وين قمر ولا شيء مختفيه، هو ما جاوب على هذا الشيء ولا كلمه. ندخل حاليا ليارا مار واعتزالها للسوشيال ميديا، فنزلت على حسابها بالانستغرام يا حبايب هذا الستوري اللي شبه واحد متابعين قاعد يقولها انه لازم تعتزلين السوشيال ميديا شويه فتره او متركزين بدراستك. فهي ردت صراحه اليوم فكرت بهذا الشيء وقررت هالقرار. فللاسف يا حبايب انه يا راح تعتزل السوشيال ميديا او متركز بدراستها، فالمهم انه الله يوفقها يا رب، ان شاء الله فتره قريبه وراح ترجع لنا. واكتبوا احبوا بالكومنتات هل تفرحون او تزعلون باعتزالها. روح حاليا نسيم وصل حسابها بالانستغرام لل 100,000 مشترك، فان شاء الله الف مبروك، عقبال مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. وننتقل حاليا بيسان اسماعيل وتنزل هذا الستوري تقول هاي، وبالستوري اللي بعده تقول بتعرفوا شيء انه باكر راح ينزل فيديو جديد. لو لاحظتوا يا حبايب انه بيسان بهذه الفتره تتحاول تنزل بشكل يومي، وصراحه هذا الشيء كلش حلو. واكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. روح حاليا شيرين بيوتيوب تنزل هذا المقطع اللي فضحت بيه الامه العربيه كلها. فوشي يا حبايب سالوها انه هل اكو علاقه بين سيدرا واسامه مروه، فشوفوا شنو ردت هي. علاقه سيدرا واوسي انه قصدكم انه سدرة واسامة هنن مع بعض انه بعلاقة، هذا الشيء ابدا مو صحيح. سدرة واسامة كثير رفقات مناح لما كنا بدبي، تحت معالي تحت معالي، فهذا الشيء مو صح. ثاني شيء يا حبايب سألوها انه هل اهلها وابوها منفصلين عن بعض او لا، فشوفوا يا حبايب اللقطة شنو قالت. اوكي منفصلين، في منكم كثير لاحظوا هذا الشيء، واعتقد داري حاكي بفيديوهات قبل انه صح بابا وماما منفصلين، بس ما في اي مشاكل، ما في اي انه ما بصير تشوف ابوكي، ما بصير تشوف ابدا. يعني هلا ماما بدبي بابا هون عنا بالبيت لحتى يكون معنا، فهذا الشيء كثير طبيعي، ونحن ساكنين كلياتنا بنفس المنطقه، سو بابا بعيد عنا دقيقتين، سو كلياتنا بنشوف بابا ماما بابا بيحكوا عادي، شيء كثير طبيعي. في كثير اهالي بنفصلوا لاسباب مختلفه، في منهم خلص بطلوا يتفقوا، في منهم بيناتهم مشاكل. بحالتنا ما في اي مشاكل، بس ما اتفقوا مع بعض بالاخير. بس مثال شيء يا حبايب سألوها انه هل غيث مروان نارين بيوتي على علاقة حب؟ الصراحة السؤال كلش منتظر، راح احطلكم اللقطة شوفوا شنو ردت عليه. نارين وغيث بعلاقة، شوفوا قصة موضوع نارين وغيث يمكن كلها عم نشوفوا دراما وما بعرف شو، ونارين مع غيث ولا نارين مع هي ولا نارين مع هي. اول شيء نارين وغيث كن اجت فترة بدبي كلياتنا تقربنا من بعض، وبينوا نارين وغيث اكثر شيء انهم متقربين، بس العلاقة اللي بين نارين وبين غيث هي بس علاقة حبية كأخوية. هاي كلمة اصلا، اذا هو بده مساعدة بسأل نارين، بسألنا اذا نارين بده مساعدة بتسأله، بتسأل كثير عالم، فما في اي علاقة حب، هاي مثل سدرة أوسي. واخر شي قلت له يا حبايب انه هل انت تكرهين نور ستارز؟ عليكم راح احطكم اللقطة يا حبايب وشوفوا شنو جاوبت. انت بتكرهي نور ستارز، اوكي شوفوا كلياتنا بنعرف يور سيك يو نيد هيلب، كلياتنا بنعرفها، بس السبب وراء هال يور سيك يو نيد هيلب كان كثير مشاعر واحاسيس فيها، انه اثنيناتهم كانوا معصبين، اوكي؟ اثنيناتهم كانوا مجروحين، اثنيناتهم اثرت عليهم القصه كلياتها، فطلعوا وحكوا اثنيناتهم نارين ونور. هلا هدي الوضع، كثير هدي الوضع، كل الحب لنور، كل النجاح لنور، ما بنتمنى للاذى، اكيد ما بنتمنى الاذى لاي حدا، فاثنيناتهم حكوا اثنيناتهم زبطوا حكي على بعض، بس هلا كل شيء هادي، ما في اي شيء. اذا بنشوف نور اكيد بدبي بنسلم عليها، اذا بتشوفنا اعتقد بتسلم علينا، هذا الشيء بس من الاصول. ويس وبس يا حبايب وصلت المقطع من الفجر، وهذا مقطع باللايكات، وبس كانكم في الزين من قناه مملكه القصص، واليوم راح ازيكم مقطع القناه الثانيه مملكه المشاهير، وبس احبكم، مع السلامه.